يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: شخص جامع زوجته ثم قام بالاغتسال والوضوء وذهب للصلاة، وأثناء الصلاة أحس ببعض الرطوبة تنزل من ذكره، فلم يقطع الصلاة، بل عندما انتهى منها أعاد وضوءه وأعاد الصلاة مرة أخرى، فهل فعله صحيح؟ نعم، لا بد من الإعادة، لأنه ما انقطع الخارج، ما انقطع الخارج واستعجل، المفروض أنه ما استعجل لما انقطع الخارج نهائي، توضأ صلى. أما أنه يبادر بالاغتسال والاستنجاء وهو ما انقطع الخارج، هذا ما يكفي. نعم، الله تعالى أعلم.